رفع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أسماية التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى العائلة الملكة الكريمة، وإلى حكومة وشعب مملكة البحرين وعموم الأمتين العربية والإسلامية. أشاد المجلس في جلسته الاعتيادية التي انعقدت عن بعد عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالمضامين الأبوية السامية، في الكلمة التي تفضل بتوجيهها صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله إلى أبنائه وبناته الطلبة والطالبات، والتي تعكس ما يوليه جلالته رعاه الله من حرص على استمرار المسيرة التعليمية والتحصيل العلمي. كما أعرب المجلس عن تقديره العميق لتوجيهات الملكية السامية لمواجهة جائحة كورونا، ومقدرا في الوقت نفسه الدور الذي تقوم به الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر في هذا الشأن، ومشيدا بالجهود المخلصة التي يقودها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وما يبذله فريق البحرين من جهود وطنية بإدارة سموه للتعامل المسؤول مع متطلبات الظرف الراهن. نوه المجلس بما أبداه شعب مملكة البحرين الوفي من روح التعاون والتكافل والمسؤولية التي تجسدت في الإقبال الكبير على التطوع في الحملة الوطنية لمكافحة هذا الفيروس، بالإضافة إلى الحملات الأهلية الخيرية والتطوعية في مختلف المحافظات والمناطق. أشار إلى أن الأرقام والنتائج التي حققتها البحرين بالإضافة إلى نسب التشافي تبعث على الفخر والإطمئنان والاعتزاز، كما دعا إلى الأخذ بالأسباب والالتزام بجميع الإرشادات والتوجيهات الطبية والشرعية والاستفادة من الأجواء الروحانية لشهر رمضان المبارك وأحياء هذا الشهر الفضيل والالتزام بأداء العبادات في البيوت في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله. بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واستهلها بالنظر في موضوع فتح جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي لصلاة الجمعة بحضور الخطيب وعدد محدود من المصلين لنقل خطبتي وصلاة الجمعة عبر أجهزة الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة لإظهار شعيرة الجمعة. وقد رأى المجلس الموافقة على ذلك ضمن إطار الضوابط والاحترازات الطبية اللازمة.